مرحبا. دبس فليفلي السريع. أول شيء منجيب الفلفل الأحمر، منغسله، مننشفه، نبدأ في تقطيعه وإزالة البذور والعروق من الداخل. زي ما أنتم شايفين منشيل البزر والعروق الموجودة ومننظفه منيح من البزر. طبعا فيكم تستخدموا فلفل حلو أو الحار حسب الرغبة، بس أهم شيء ما نخلي بذور ولا عروق داخل الفليفلة، وننظفها بشكل ممتاز ومرتب. وبعديها على طول منجهز حالنا للخطوة الثانية اللي هي تقطيع الفليفلة ووضعها في محضر الطعام أو مفرمة لحمة أو أي نوع من أنواع الفرم. نفرم الفليفلة بشكل ممتاز حتى يصير عندي كلياته بشكل متساوي، وبعديها بضيفه في طنجرة، برفعه على النار مع التحريك، وبس يبلش يغلي عندي بوطي عليه النار لمدة نصف ساعة أو حتى أتخلص من المي تماما. بضيف الملح والخل وكمان زيت الزيتون، بكون طافي النار عليه، بحركه منيح منيح حتى أتأكد أنه اختلطت كل هذه المواد مع بعضها، وبتركه كمان حتى يبرد. آخر شيء بضيفه فيه مرتبانات وبضيف على وجه الزيت حتى يظل فرش. صحتين وعافية، بشوفكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.